الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. كان انتقال البطل اللواء الركن عبد الرب الشدادي الذي ناضل في الحروب الستة في صعدة، ولكن معه في الحرب الخامسة في المهادر أثناء الحصار، ولكن لن يفنيه. دائما كان يتطلب الشهادة بأي وقت من أجل وطنه وأمته وشعبه، وكان من رجال الأوفياء المخلصين لوطنهم وشعبهم. وقد كان الآن انتقل خسارة على الجيش، ولكن انتقاله إلى الرفيق الأعلى زادنا فخر واعتزاز به، وسننتقم وننتصر إن شاء الله بموته أو استشهاده، وسنواصل المسيرة والقتال حتى آخر قطرة من دمائنا، وفاء للوطن والأمة ودم الشهداء.